أعزائي الطلاب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مع حلقة جديدة من حلقات الدروس العربية للسنة الرابعة الثانوية. قبل أن نبدأ سأترككم قليلاً لمشاهدة الفيديو الآتي. صباح الخير يا أمي. صباح النور يا بنتي الحبيبة. أنا أطبخ الفطار، تعالي ساعديني. أين أخواك يا ترى؟ هما ما زالا ينامان يا أمي ولم يستيقظا بعد. وكيف أخوك الصغير؟ أهو نائم أيضا؟ نعم يا أمي. ماذا؟ لماذا لا يزالون ينامون؟ انظري إلى الساعة الآن، عليهم أن يذهبوا إلى المدرسة. أيقظيهم يا بنتي وإلا سأكون غاضبة. حاضرة يا أمي. يا أخوي استيقظ الآن، عليكم أن تذهبا إلى المدرسة. 5 دقائق. بسرعة ستكونان متأخرين. الطلاب والطالبات، ماذا رأيتم في الفيديو السابق وماذا سمعتم منه؟ نعم، الفيديو قدم لنا الحوار بين الأم وابنتها في المطبخ. تعالوا نرى الألفاظ المختارة من تلك الحوار. هما ما زالا ينامان، لم يستيقظا بعد، عليهم أن يذهبوا إلى المدرسة. لاحظوا أن الكلمات ينامان ويستيقظ ويذهب قد جاءت وكلها الأفعال، وهي الأفعال المضارعة. ولكن أندرس اليوم عن الفعل المضارع مرة أخرى، وما العلاقة بين موضوعنا اليوم بالفعل المضارع؟ هيا نتابع معا. سنناقش اليوم موضوعا جديدا يتعلق بالفعل المضارع تعلقا متينا، وهو الأفعال الخمسة. قبل أن نواصل حلقتنا اليوم، فلا بد علينا أولا أن نحدد نتاج التعلم من هذا الدرس. في نهاية هذا الدرس يتمكن الطلبة من أولا التعريف بالأفعال الخمسة، ثانياً بيان الأمثلة للأفعال الخمسة، وثالثاً إعراب الأفعال الخمسة بإعراب تام. أحبائي الطلاب والطالبات، كما قلنا آنفاً سنتناول الدرس عن الأفعال الخمسة، ولكن ما هو الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع على سبيل المثال يكتب، يلعب، يدرس، يجلس، يشرب. فعل المضارع الذي اتصل به ضمير الرفع كالآتي: أولاً ألف الاثنين، مثل يكتبان، يلعبان، يدرسان، يجلسان، ويشربان. ثانياً واو الجماعة، مثل يكتبون، يلعبون، يدرسون، يجلسون، يشربون. وثالثا ياء المخاطبة، مثل تكتبين، تلعبين، تدرسين، تجلسين، وتشربين. نتوقف قليلا مع الرسم أمامنا. لاحظوا أيها الطلبة، يمكن أن نفهم هذا التعريف من خلال هذا الرسم البسيط. فنقول إذن أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة.
يا طلبة الأعزاء، هل تعرفون لماذا سمي ذلك النوع من الأفعال بالأفعال الخمسة؟ سميت كذلك لأنها تتعلق بخمسة من أشكال الأفعال المضارعة، رغم من اتصالها بثلاثة من ضمائر الرفع فقط كما تقدم. فما هي هذه الأشكال الخمسة للأفعال المضارعة؟ فهي كالآتي: أولاً هما، وعلى سبيل المثال هما يلعبان. ثانياً هم، فمثلاً هم يلعبون. ثالثاً أنتما، فمثلاً أنتما تلعبان. رابعاً أنتم، مثل أنتم تلعبون. وخامساً أنت، مثل أنت تلعبين. فبذلك أيها الطلبة تسمى الأفعال الخمسة بهذه الأشكال الخمسة. لقد تعرفنا قبيل لحظات بتعريف الأفعال الخمسة، فهيا بنا الآن نتدرب عليها. لدينا الأفعال: يسكن، يناقش، يتبع، يستمع، ويستخدم. فكيف نجعلها من الأفعال الخمسة؟ نعم، يمكننا أن نسندها إلى ألف الاثنين، ألف نون، أو واو الجماعة، واو نون، أو ياء المخاطبة، يا نون. فنقول للفعل الأول يسكن: هما يسكنان، هم يسكنون، أنتما تسكنان، أنتم تسكنون، أنت تسكنين. والفعل الثاني يناقش، فنقول: هما يناقشان، هم يناقشون، أنتما تناقشان، أنتم تناقشون، وأنت تناقشين. مثال الثالث الفعل يتبع، فنقول: هما يتبعان، هم يتبعون، أنتما تتبعان، أنتم تتبعون، أنت تتبعين. مثال الرابع يستمع، فنقول: هما يستمعان، هم يستمعون، أنتما تستمعان، أنتم تستمعون، أنت تستمعين. مثال الأخير الفعل يستخدم، هما يستخدمان، هم يستخدمون، أنتما تستخدمان، أنتم تستخدمون، وأنت تستخدمين. وهكذا طلبتي الأعزاء نتعرف على النماذج من الأفعال الخمسة بكاملها، ويمكننا أن نطبق هذا النموذج على أي أفعال مضارعة أخرى. فالآن هيا بنا نتعلم علامة الإعراب للأفعال الخمسة، يمكن أن نفهمها بالتفاصيل كالآتي: إن حكم الإعراب للأفعال الخمسة ثلاثة: إما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماً. وعلامة إعراب الأفعال الخمسة اثنتان: أولاهما ثبوت النون، أي بوجود النون في آخر الفعل عند حالة الرفع. لذلك عندما نجد حرف النون في نهاية الأفعال الخمسة فهو مرفوع بثبوت النون. ومتى ترفع الأفعال الخمسة؟ نعم أيها التلاميذ، كما قلنا آنفاً
ترفع الأفعال الخمسة إذا لم تسبقها أداة النصب أو أداة الجزم. مثال على ذلك: هما يركضان، فنقول في إعراب الفعل يركضان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أما علامته الثانية حذف النون، وهي عند حالة النصب وعند حالة الجزم معا. ومتى تنصب الأفعال الخمسة؟ تنصب الأفعال الخمسة إذا سبقته أداة من أدوات النصب، وأدوات النصب منها أن، لي، كي، ولن. مثال على ذلك: هما لن يركضا، فنقول في إعراب الفعل يركضا: فعل مضارع منصوب بحذف النون. أما عند حالة الجزم فنقول أن علامته حذف النون أيضا كما في النصب، فتجزم الأفعال الخمسة إذا سبقتها أداة من أدوات الجزم. وما هي أدوات الجزم؟ منها لم ولا الناهية، فنضعها في الجملة: أنت لم تقصري، فنقول في إعراب الفعل تقصري: فعل مضارع مجزوم بحذف النون أيضا. والآن لنراجع علامة الإعراب للأفعال الخمسة، هيا نردد معا. أولا، في حالة الرفع فهو بثبوت النون، وأما في حالتي النصب والجزم فهو بحذف النون. أليست هي سهلة للغاية؟ الحمد لله. طلبتي الأحباء، يبدو أننا قد انتهينا من عرض محتويات الموضوع، فتأتي إلينا الآن التطبيقات والتدريبات المتعلقة. سأترككم قليلا لإجابة الأسئلة الآتية. كيف محاولتكم يا الطلاب والطالبات؟ هل تستطيعون أن تجيبوا هذه الأسئلة؟ أم وجدتم الصعوبة فيها؟ لا بأس، هيا نناقش معا. السؤال هو: استخرج الأفعال الخمسة مع بيان علامتها الإعرابية من الجمل الآتية. هيا نقوم بذلك. فلنبدأ بالجملة الأولى: الطالبان يواجهان الامتحان بجد. أين الأفعال الخمسة في الجملة؟ وكيف علامة إعرابها؟ نعم، الأفعال الخمسة هي يواجهان، وهو مرفوع لماذا؟ لأنه لم يسبقه أي أدوات النصب أو الجزم، فعلامته الإعرابية هي كما قلنا قبل هذا ثبوت النون. نأتي إلى الجملة الثانية: يا إخواني لن تخسروا شيئا بالإنفاق. فأين الأفعال الخمسة في الجملة؟ نعم، تخسروا هو الأفعال الخمسة في الجملة، وهو منصوب لأنه سبقته أداة النصب وهي لن، فعلامتها الإعرابية هي حذف النون. أما في الجملة الثالثة: أنت لم تقرأي هذه القصة.
فأين الأفعال الخمسة؟ صحيح، تقرأي، وهو مجزوم لأنه سبقته أداة الجزم وهي لم، فعلامتها الإعرابية حذف النون. هل ما زلتم تجدون الصعوبات في الإجابة بعد الشرح يا طلاب والطالبات؟ الحمد لله. اعلموا أن مع التدريب يأتي الإتقان إن شاء الله. ننتقل الآن إلى التدريبات الأخرى. حاولوا أن تجيبوا بأنفسكم أولاً هذه الأسئلة. أيها الطلاب والطالبات، أأنتم مستعدون؟ هيا نجيب السؤال. السؤال هو: أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً. تذكروا أن الإعراب التام يحتاج إلى ذكر ثلاثة أشياء، وهي الموقع والحكم والعلامة. هيا نعربها معا. الجملة الأولى: أصدقائي يواصلون دراستهم في مستوى الماجستير. والكلمة التي تحتها خط هي يواصلون. إذن كيف نعربها؟ صحيح، نعربها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ممتاز. الجملة الثانية: المجتهدون لم يرسبوا في دراستهم. والكلمة التي تحتها خط يرسبوا، فكيف نعربها؟ نعربها فعل مضارع مجزوم بحذف النون. الجملة الثالثة: البنتان لن تتكلما في المكتبة. الكلمة التي تحتها خط تتكلما، كيف نعربها؟ نعربها فعل مضارع منصوب بحذف النون أيضا. أحسنتم جميعا، أنتم كلكم ممتازون، بارك الله فيكم. فنأتي الآن إلى التدريبات الأخيرة. حاولوا أن تجيبوا بأنفسكم هذه الأسئلة. كيف إجابتكم أيها الطلبة؟ هيا نناقش معا. السؤال يقول: ضع الأفعال الخمسة في الفراغات الآتية مستعينا بالكلمات التي بين القوسين. تذكروا أيها الطلاب، نتكلم الآن حول الموضوع الأفعال الخمسة. ننظر إلى الجملة الأولى: المسافرون، الفراغ، الطائرة في صالة المغادرة. الكلمة التي بين القوسين هي انتظر. فما الإجابة الصحيحة؟ نعم، ينتظرون. لماذا؟ لأنه يتبع المبتدأ قبله، يعني المسافرون، وهو على وزن جمع المذكر السالم، فالضمير الذي يناسبه هو هم، فنصرف الفعل انتظر إلى ينتظرون، فيكون الجواب: المسافرون ينتظرون الطائرة في صالة المغادرة. وفي الآية الثانية: الولدان، الفراغ، عند مشاهدة الأفلام الفكاهية. والكلمة التي بين القوسين ضاحكة. فما الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، إجابتكم صحيحة. الجواب: يضحكان. كما قلنا في الجملة الأولى، ننظر إلى الكلمة قبلها وهو المبتدأ، فنصرف الفعل ضحكة
اتباعاً للمبتدأ، والضمير الذي يناسبه هو هما، فالجواب يكون الولدان يضحكان عند مشاهدة الأفلام الفكاهية. أما الجملة الثالثة، عليكم أن الفراغ على الصلوات الخمس، والكلمة التي بين القوسين حافظ، فما إجابتها الصحيحة؟ لاحظوا هنا أيها الطلبة، إذا أجبتم تحافظون فقد أخطأتم. لماذا؟ لأن الإجابة الصحيحة هي تحافظوا. لماذا؟ اقرأوا الجملة مرة أخرى ولاحظوا أنه قد جاءت قبل الفراغ أداة من أدوات النصب وهي أن، فلذلك ننصب الفعل تحافظون ونحذف النون فيصبح الجواب عليكم أن تحافظوا على الصلوات الخمس. هكذا أيها الطلاب والطالبات، أرجو أنكم تفهمون هذا الدرس فهماً جيداً وتقدرون على إجابة التدريبات الأخرى في المستقبل إجابة صحيحة صائبة بعيدة عن الأخطاء إن شاء الله. أيها الأبناء الأحباء، لقد أدركنا اللقاء نهايته. ما هو الاستفادة العظيمة التي حصلنا عليها من خلال درسنا اليوم؟ هل نجد في مثل هذه الأفعال الخمسة في يومياتنا؟ صحيح، أحسنتم يا طلبتي، أننا سنجد الأفعال الخمسة كثيرة مكثرة عند تلاوتنا للقرآن الكريم. فلنتأمل قليلاً، عندما وجدنا الأفعال الخمسة في قراءتنا، تذكروا كيف نعربها طوال الدرس؟ هل هي مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ وما علامة إعرابها؟ فالمثال على ذلك، هناك آية من سورة آل عمران، الآية 88 بعد 100، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نلاحظ أن هناك أمثلة من الأفعال الخمسة التي تشتمل كل أنواع من أحكامها الإعرابية الثلاثة. الكلمات هي يحبون، يحمدوا، ويفعلوا. فلاحظوا أن الفعل يحبون إعرابه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والفعل يحمد يعرب فعلا مضارعا منصوبا بحذف النون لسبقه أداة من أدوات النصب وهي أن، وكذلك الفعل يفعل فإعرابه فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه سبقته أداة من أدوات الجزم وهي لم. وهكذا يمكن أن نطبقها تطبيقا إعرابيا عندما التقينا بالأفعال الخمسة الأخرى الموجودة في القرآن الكريم. فاقرأوا القرآن في يومياتكم يا أحبائي، فإنه
يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إن شاء الله. أبناء الأعزاء، وإلى هنا نقول قد انتهينا من شرح الدرس في الأفعال الخمسة، لعلكم وجدتموه مفيدا وفهمتم فهما جيدا صحيحا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء المقبل.